يوما بعد يوم تتصاعد المخاوف من انزلاق إقليم دارفور في غرب السودان في أطون حرب أهلية وقبلية بعدما امتدت إليه شرارة القتال المندلعة منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع. مصادر العربية كشفت عن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من مراكز الشرطة بإقليم دارفور المكون من 5 ولايات. في ولاية وسط دارفور وتحديدا في مدينة زالنجي استولت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة الشرطة وكذلك الجمارك والاحتياط المركزي وجميع الوحدات التابعة للشرطة. أما في جنوب دارفور بمدينة نيالا سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الاحتياط المركزي الذي يقع في منطقة انتشار الدعم السريع. وفي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة تم تدمير مراكز الشرطة ونهب السلاح والسيارات. في الوقت الذي تعيش فيه مدينتا الفاشر بشمال دارفور والضعين بشرق دارفور أوضاعا مستقرة انعكست على الأوضاع المعيشية بفضل المبادرات الأهلية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.